السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اخوكم الادريسي عبد العلي فور جيستيون اكاديمي. ان شاء الله نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا واللي استفدتوا منه ان شاء الله حاولوا تبارطاجوه باش الاصدقاء ديالكم حتى يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بعد ما شفنا الشابيت خاطروديكتيف وخدينا أساسيات على الانتيري أشنا هو دونك اليوم إن شاء الله غادي ندخلو الانتيري سامبل. ألوغ ديفينيسيون دون لو كا دو الانتيري سامبل لو كابيتال ريست انفاريابل بوندون توت لا ديري دو بري. لومبرانتور دوا فيرسي ا لا فان دو شاك بيريود الانتيري دو. كيف قلنا نعاودو نذكرو بأنه كيفاش كنلقاو المونطون دو الانتيري هو لو كابيتال فوا لو طو دو الانتيري. هنا في الانتيري سامبل ديما لو كابيتال تي ريست انفاريابل ديما ديك لا باز علاش كنحسبو الانتيري ما كتبدلش. عطيت غير اكزومبل دابا خديت واحد 5000 درهم من البنكة في الاخر ديال كل بيريود كنقبض ديك 5000 درهم كنضربها في لوطو دانتيري ونعطي المونطون دانتيري. البيريود الجاي غادي نعاود نقبض ديك 5000 درهم نيت اللي هي لا باز لو كابيتال وتعاود ضربها في لوطو دانتيري. هادشي علاش كنلاحظوا بانه اغلبيه كتلقى لو مونطون دانتيري ما كيتبدلش حيت لوطو دانتيري بيان سور ديمور انشانجابل و كابيتال تنقولوا بانه في الانتيري سامبل ما كيتبدلش كيبقى هو هو. الوغ اوتر ديفينيسيون بوسيبل ان كابيتال اي بلاسي ا انتيري سامبل سي سي لو كابيتال دو ديبار كي برودوي لانتيري بوندون توت لا ديري دو بلاسمون. الوغ ان انتيري سامبل باش كي كومون اون بو لو كاركتيريزي الوغ الانتيري سامبل ديما كتكون لا باز دو ديبار كي برودوي لانتيري اللي هي لو كابيتال اللي هي لا باز اللي كنضربوها في الطو دانتيري اللي هو لو كابيتال كيبقى انشانجابل ما كيتبدلش. ديما لا باز كتبقى كتضرب في الطو دانتيري لا باز ما كتبدلش دوك الكابيتال ما كيتبدلش. كنقولوا الكابيتال في الطو دانتيري كنخلصوا هاد لا بيريود لا بيريود الجايه الكابيتال فوا لو طو دانتيري لا بيريود كابيتال فوا لو طو دانتيري دونك كيبقى لو مونطون هو هذاك. داكشي علاش كنلاحظوه. الوغ اون فا ليكسبليك ا ترافير ان اكزومبل سوا ان كابيتال دو 15000 درهم placé à intérêt simple pendant 2 années à un taux annuel de 13%. Alors, calculons les intérêts en dirhams. Et là, on a le capital de 15000 dirhams, intérêt simple bien sûr, pendant 2 années à un taux annuel de 13%. Alors, il a bien calculé l'intérêt pour l'année l'oula. Donc, je dis 15000 dirhams, pour le fin de l'année l'oula, l'an l'oula, غادي نخلصوا l'intérêt. Donc, شحال بيجينا هو la base اللي هي الكابيتال 15000 درهم فوا 13% اللي هو لو طو دانتيري. الكابيتال فوا لو طو دانتيري بيعطينا 1950 درهم. هذا هو الانتيري سي لا سوم كالكولي ا لا فان دو بروميير اني. الوغ بور لا دوزيام اني غادي نعاودو نقبضو 15000 درهم فوا 13% كتعطينا هي 1950 درهم سي لا سوم كالكولي ا لا فان دو لا دوزيام اني. داكشي علاش تنقولو لو كابيتال ريست انشانجابل ou bien la base كتبقى هي هي لومبران. لا باز علاش غادي نحسبو لومبران غادي نحسبو لانتيري عفوا كتبقى هي 15000 درهم في لاني الاولى و 15000 درهم في لاني الثانيه. دونك داكشي علاش كنشوفو في اغلبيه لانتيري سامبل بانه راه ما كيتبدلش لانتيري العام الاول هو لانتيري العام الثاني حيت كتكون لا ميم باز وكيكون لو ميم طو دانتيري. اون اوري بي كالكولي ديريكتومون سي سوم ا ترافير 15000 درهم فوا 13 فوا 2. هنا باش كل مره نديرو 15000 درهم فوا 13 ونخلصوها 15000 درهم فوا 13 ونخلصوها 15000 درهم فوا 13 ونخلصوها. اش كنديرو كنضربو في لو نومبر ديال لي بيريود. دونك 15000 درهم فوا 13 هو لو مونطون ديال الانتيري شحال بغينا نخلصوه من البيريود. الا كانت بيريود وحده غادي نضربو في واحد. هنا عندنا بانه دو بيريود حيت قال لك دو زاني دونك غادي تضرب في جوج. دونك 15000 درهم فوا 13 فوا جوج كتعطي 3900. دونك من هنا عندنا نستنطو الخاصيه ديالنا ان شاء الله. الوغ ا روتينير dans le système des intérêts simples, les intérêts sont versés à la fin de chacune des périodes de prêt où le capital initial reste invariable. Donc, شنو هو المهم من هاد الفقرة؟ هو أنه في les intérêts simples ديما يمتى كنخلصوهم حتى الآخر ديال لا بيريود. هاد لا بيريود تقدر تكون إكسبريمي أون أني بالسنوات تقدر تكون بلي سيمستر بالأشهر إتسيتيرا. ولو كابيتال انيسيال ريست انفاريابل ديما داك لا باز علاش كنحسبو لو طو دانتيري داك المونطون اللي كنضربوه طو دانتيري هو الكابيتال. الكابيتال ريست انفاريابل داكشي الكابيتال ديال العام وداك العام وداك العام. الو
le calcul des intérêts simples. On emprunte un capital C0 pendant N périodes au taux I par période, le taux de l'intérêt. Donc, l'intérêt à payer après la première période est C0 fois I. Et puisque c'est le capital de départ C0 qui produit l'intérêt, donc l'intérêt à payer après chaque période est C0 fois I. Alors, l'emprunt fait un capital X dirham, le C0, fois N période. تقدر تكون عامين 3 سنين 4 سنين اكسيتيرا او تو اي بار بيريود. الوغ لانتيغي ا بايي ابخي لا بوميييغ بيريود هي اش؟ ديما لانتيغي شنو هو كيف قلنا؟ هو لو كابيتال فوا لو تو دانتيغي، هو اللي كيعطينا لو مونطون دانتيغي. دونك ملي عتسالي لا بوميييغ بيريود غادي نخلصو كابيتال فوا تو دانتيغي اللي هو لو مونطون دانتيغي. Puisque c'est le capital de départ C0 qui produit l'intérêt, donc l'intérêt à payer après chaque période est C0 fois I. Donc après chaque période N, quand on a l'intérêt, c'est C0 fois I. C'est l'intérêt simple. Donc pendant N période, quand on a les périodes, quand on a l'intérêt, c'est les périodes, c'est le marat. Et comme ça. Alors, le calcul des intérêts simples. Donc l'intérêt total ou global à payer, c'est le coût. De l'emprunt qui est le donc C0 fois I, c'est la période de l'eau. Quand on a l'intérêt de la période de l'eau, C0 fois I. Quand on a l'intérêt de la période de l'eau, C0 fois I. Et quand on a la période, on a une période. Donc, quand on a un titre d'exemple, il y a les périodes, donc C0 fois I, il y a une période. C0 fois I, il y a l'intérêt. Donc, on a l'intérêt de l'eau, le tani, le tani, le rabe, le khamis. دونك القاعده هي شنو؟ هو لانتيري جلوبال اش كيساوي؟ لانتيري جلوبال كيساوي لو كابيتال فوا لو طو دانتيري فوا لي نومبر دو بيريود. دونك كابيتال في لانتيري كابيتال فوا لو طو دانتيري هو لانتيري فوا لو نومبر دو بيريود شحال مره خصنا نخلصوه. دونك شحال ديال لا بيريود عندنا؟ دونك لا سوم توتال دونك سي ان اللي خصنا نخلصوه اش كتساوي؟ ديما داكشي اللي كنخلصو شنو هو؟ هو الكابيتال اللي كنا تسلفنا، هو لومبران اللي كنا درنا، زائد الانتيري ديالو اللي هو الكابيتال. ها هو لو كابيتال زائد الانتيري هو هذا سي 0 فوا ان فوا اي. كنعوضو دونك الفالور اللي غادي نخلصو هو الكابيتال زائد الانتيري. الانتيري هنا هو سي 0 فوا ان فوا اي على حسب لي بيريود. دونك عن طريق عمليه رياضيه بسيطه ديال التعميل غادي نعملو بسي 0. دونك بتولي هي سي 0 عامل لواحد زائد ان اي. وهكذا غادي تكون عندنا القاعده ديالنا باش غادي نعاودو نخدمو. الو سكيل فو روتونير دونك ا روتونير في لي زانتيغي سامبل. لانتيغي توتال ا بي اللي هو لو كو دو لومبرون دايما هو لانتيغي جلوبال ايت ايغال سي زيرو فوا ان فوا اي على حساب لي بيريود. الو حنا في الاول ديال العام خدينا واحد لانتيغي خدينا واحد لومبرون اللي هو الكابيتال، في الاخر ديال البيريود الاولى غادي نخلصو لانتيغي، في الخط البيريود الثانيه غنخلصوا لانتيري، في الاخر ديال البيريود الثالثه لانتيري، الرابعه لانتيري. دونك حتى لواحد لا بيريود ان تقدر تكون 10 20 30 اكسيتيرا كنخلصوا واحد لانتيري بلس هذاك الكابيتال كنربطوه. دونك بصفه عامه لانتيري جلوبال هو سي 0 فوا لو نومبر ديال لي بيريود فوا لانتيري او بيان لو طو دانتيري. دونك لا سوم توتال رومبورسي اللي هي لا فالور ديفينيتيف او لا فالور اكيز. اشنو هي لا فالور اكيز؟ لا فالور اكيز هو انه ملي كنشد واحد لومبران ونبي نردوه كنردوه هو ولانتيري، هذاك لومبران زائد لانتيري هو اللي كتسمى لا فالور اكيز، هو داكشي اللي كنردو في الاخر. الوغ هو سي ان اش كتساوي؟ سي زيرو عامل لواحد زائد ان اي. دونك لانتيري جلوبال كتساوي سي زيرو فوا ان فوا اي انويلمون. دابا غادي نشوفو الا ما كناش كنخدمو بالعام، الا كنا كنخدمو عن طريق الاشهر. دونك مازال الفيديو ما كملش، استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وغتستافد معنا، وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدورات التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت، يمكن لك تخاطب معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اونلاين باغ انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. Retenir.
pour l'intérêt annuel, l'intérêt global est égal C0 fois le nombre de périodes fois l'intérêt. D'abord, pour la durée de placement qui est exprimée en mois. Et là, quand tu as le char, tu as le char, Donc, c'est ça. Qui est le char, qui est le char, qui est le nombre de périodes. فلور كنا دايرين ان هي البيريود بالايمان دابا غادي تولي بلي موا بشهور دونك اتي تري ديكزامبل هي سي 0 فوا ان على 12 فوا اي ان هي نومبر دي موا مثلا قال لك 5 شهور دونك كضرب في 5 على 12 7 شهور في 7 على 12 شهر في شهر على 12 الوغ دابا غندوزو لا دوري دو بلاسمون كي تيكسبريمي اون جور قبل ما نبداو غادي نفرقوا علاش كنديرو 360 وما كنديروش 365 حيت 360 كتسمى لاني كوميرسيال و 365 هي لاني سيفي سيفيل دونك 365 لاني سيفيل 360 لاني كوميرسيال داكشي علاش الا حسبنا ب 360 كنلقاو لانتيري كوميرسيال و الا حسبنا ب 365 كنلقاو لانتيري سيفيل بيان سور الوغ نرجعوا للعلاقه لانتيري جلوبال كيساوي سي 0 فوا ان فوا 300 فوا ان فوا اي على 360 ان هو لو نومبر دي جور حيت كيف كتعرفوا في العام عندنا 360 يوم دونك الا قال لك في ليكزامبل ولا في ليكزيرسيس عندنا 50 يوم دونك كضرب في 50 على 360 قال لك 100 يوم كضرب في 100 على 360 قال لك يومين كدير يومين على 360 الوغ دابا غادي نشوفوا لا ديتيرميناسيون دي زوتر بارامتر دابا عندنا العلاقه بانه لانتيري جلوبال اش كيساوي هو سي فوا ان فوا اي على 360 ناخذ نخدموا حنا بلي جور باغ اكزومبل دونك الا مثلا عطانا دابا عطانا لانتيري اللي مالفين كنقلبوا عليه وعطانا الكابيتال وعطانا مثلا لو نومبر دو بيريود بقات اي دونك عن طريق العلاقه الرياضيه دونك الا فكينا هذه العلاقه بتعطينا هي سي 0 فوا ان فوا اي كتساوي لانتيري جلوبال فوا 360 دونك سي تادير الا بغينا نومبر دو بيريود اش كتساوي هي 360 فوا لانتيري جلوبال على سي 0 فوا اي الكابيتال فوا لو طو دانتيري بيان سور دونك ان هي لا ديوري دابا اللي قالك بغينا لو طو دانتيري لو طو دانتيري هو 360 فوا لانتيري جلوبال على سي 0 فوا ان الا قالك بغينا لو كابيتال سي 0 العلاقه كنبقاو كنلعبوا بها دونك هي 360 فوا لانتيري جلوبال على لو نومبر دو بيريود بيان سور فوا لو مونطون دانتيري الو دونك غادي ندوز دابا لواحد ليكزيرسيس جلوبال اللي غادي يفهمنا مزيان لانتيغي سامبل الو ليكزيرسيس كوريجي كالكولي لانتيغي فورني باغ لو بلاسمون دو 28000 درهم ا 9% اللي هو لوطو دانتيغي دو 13 سبتمبر دون اني و 27 فيفري دون اني سويفونت الو نبداو كيستيون باغ كيستيون هنا عطانا قال لك حسبنا بغا نحسبوا لانتيري على واحد البلاسمون اللي هو 28000 درهم حطيناه بواحد لوطو دانتيري ديال 9% الوقت هو من 13 سبتمبر حتى 27 فيفري الوغ هنا عندنا كلشي خاصنا غير واحد البارامتر نلقاوه اللي هو لو نومبر دو جو الوغ حنا امتى درنا لو 13 سبتمبر دونك غادي نشوفوا سبتمبر شحال دوزنا فيها سبتمبر فيه 30 يوم دونك 30 ناقص 13 هي 17 يوم دوزنا في سبتمبر اكتوبر 31 نوفمبر 30 ديسمبر 31 جانفي 31 فيفري 27 دونك من سبتمبر حتى فيفري دوزنا 167 جور هذاك لومبير هذاك البلاسمون اللي درنا فيه 167 جور دونك غادي نجيو دابا بانه حسبنا كاع لي بارامتر غادي نحسبوا لانتيري هو سي 0 فوا اي فوا ان على 360 دونك لانتيري ايتيغال كنعوضوا الكابيتال 28000 درهم لوطو دانتيري 9% لو نومبر دو بيريود 167 كنقسمو على 360 اللي هي 1169 درهم هذا هو لانتيغي اللي غادي نربحو اللي غادي نربحو من داك البلاسمون الوغ كيستيون رقم جوج بي دونك ان كابيتال دو 7200 درهم بريتي ب 8% لو 8 جوان ا اكي ا لا فان دو بري اون فالور دو 7288 دونك واحد الكابيتال ديال 7200 درهم حطيناه بواحد لوطو ديال 8% من 8 جوان في الاخر خدينا واحد الفالور ديال 7288 هي الفالور اكيز حطينا 7200 درهم ربحنا 7288 درهم دونك هنا ديتيرميني
à quelle date le prêt a été remboursé. Donc la durée, emta. Emta, le prêt te rembourse. Donc, pour ce faire, on a la règle. كيف كنا قلنا هي ان لو نومبر اللي كنقلبوا عليه دابا حنا هو 360 فوا لانتيغي جلوبال على سي زيرو فوا اي. دونك 360 فوا 88 منين جبنا 88 قبل غادي نشوفوا لانتيغي برودوي. ديما اش قال لك؟ حطينا واحد 7200 درهم وفي الاخر خدينا 7288. دونك شحال ربحنا؟ 88 درهم. دونك هذاك هو لانتيري، احنا لقينا لانتيري المونطون د لانتيري. دونك لانتيري برودوي هو 7288 درهم اللي شدينا في الاخر الفالور اكيز ناقص الكابيتال اللي درنا ليه البلاسمون اللي هو 7288 درهم. دونك ان كتساوي 360 فوا لانتيري جلوبال على سي زيرو فوا اي. كنعوضو دونك 360 فوا 88 على الكابيتال 7200 فوا لو طو دانتيري هو 8%، دونك 55 جور. Donc la date de remboursement est 55 jours après le 8 juin. Et je vous dis, le 8 juin, on a commencé l'opération le 8 juin. Donc il y a 55 jours après le 8 juin, c'est le 2 août. Quand on a 8 juin, on a 55 jours. Il y a juge rouge. Ce L-Telt, un capital de 8400 dirhams a produit du 16 mai au 25 septembre un intérêt de 131 dirhams. Calculez le taux de placement. Donc, on a le montant du placement, on a la durée, la période, en jour bien sûr, on a en jour, on a l'intérêt de la production, on a 131 dirhams, il a produit. Donc, on a calculé le taux de placement. Donc, le nombre de jours de placement, le 16 mai, c'est le 25 septembre. الا درنا لا ديفيرونس هي 132 جور عن طريق الطريقه اللي درناها في الاول في السؤال الاول. دونك بغينا نلقاو 132 جور عفوا. دونك لانتيغي اش كيساوي في القاعده اللي كنا قلنا هي 360 فوا لانتيغي جلوبال على سي زيرو فوا ان. دونك كنعوضو هي 360 في 231 على 8400 في 132 جور اللي حسبنا. دونك هي 7.5. دونك لو طو دانتيغي ديال هاد لوبيراسيون ولا اونبرام ولا ديبلاسمون ولا ديبلاسمون هو 7.5. الوغ calculer le capital, la question akhira inchallah. Donc calculer le capital qui est placé à 8.4% pendant 62 jours. Alors, calculer le capital qui est placé à 8.4% pendant 62 jours a acquis une valeur de 16.738.70. Donc هنا حطينا واحد المبلغ ما عرفناش هو اللي بغينا نحسبه بواحد لو طو ديال 8.4% pendant 62 jours باش نشدو في الاخر واحد لا فالور ديال 16738.70 اللي فيها بيان سور لانتيرو فيها الكابيتال اللي بلاصينا. دونك شحال هاد الكابيتال عن طريق العلاقه اللي درنا هاد لا فالور اكيز 16738 هي لا فالور اكيز اللي شدينا في الاخر هي اش مناش كتكون؟ كتكون من لومبرا زائد لي زانتيري. دونك الكابيتال اللي بلاصينا اللي هو سي زيرو زائد لانتيري جلوبال شحال كيساوي؟ 16738.70 هي الفالور اكيز. دونك هي سي زيرو زائد اشنا هو لانتيري جلوبال؟ كنعوضو لانتيري جلوبال هو سي زيرو فوا اي فوا ان على 360 شحال كتساوي؟ هي 16738.70. دونك نجيو نعوضو هي سي زيرو زائد سي زيرو اللي هو الكابيتال باقي ما عرفناش لوطو دانتيري 8.4% 62 جوغ هي لا بيريود على 360 كتساوي 16738. دونك عن طريق عملية بسيطة اللي هي التعميل في الرياضيات كنعملو بسي زيرو هي سي زيرو عامل لي واحد زائد 8.4% فوا 62 على 360 شحال تعطينا؟ 16738.70. دونك سي زيرو شحال كتساوي؟ هي 16738.70 على هاد الشهادة اللي عندنا داخل الأقواس كتعطيك هي 16500. دونك المونطون اللي بلاصينا في الأول هي 16500 درهم. دونك نتمنى تكون فهمتوا لانتيغي سامبل. الان غادي ندوزو لانتيغي كومبوزي. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا، كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه اخرين تما من هذا الفيديو هذا. كذلك الى بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورجيسيو اكاديمي يمكن لك تابوني معنا في لاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورجيسيو او لاباج ديالنا فورجيسيو اكاديمي باش تشوف اخر الاعمال ديال فورجيسيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.